سادتي أيها الحضور الكريم، تخلد أسرة الأمن الوطني اليوم ومعها المغاربة قاطبة الذكرى 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي تصادف 16 من شهر ماي من كل سنة. فمرحبا بحضوركم معنا، ونحن جد سعداء لمشاركتكم لنا هذا الحفل المنظم بهذه المناسبة، والذي سنفتتحه بآيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس،
إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق الله العظيم. We'll be right back.